حول الموضوع عندنا لنا من أبو ظبي عبر الهاتف مدير مركز الفلك الدولي سيد محمد شوكة عودة. سيد محمد مساء الخير، أهلا بك معنا. العالم يترقب هذا المشهد الفريد من نوعه الفلكي الثلاثي الذي اجتمع ويجتمع في اسم قمر الدم الأزرق. ما هي هذه الظاهرة فضلا عن ما ذكره زميلي عمر في سياق تقريره حضرتكم من مركز الفلك؟ تحدثنا عن خصائص الظاهرة بشكل ربما موسع، وآخر مرة كانت فيها هذه الظاهرة متى أولا؟ وأيضا قبل كل ذلك هل الإمارات شهدتها أم لا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك وبالمستمعين الكرام. نعم، نحن شهدنا الخسوف قبل قليل، كنا نقوم برصد هذه الظاهرة من أبو ظبي. كما تفضلتم، الأماكن التي كانت أفضل لمشاهدة الخسوف بشكل كامل كانت المحيط الهادئ وشرق آسيا. بالنسبة لنا نحن في المنطقة العربية، بالنسبة مثلا للإمارات، أشرق القمر في الساعة 6:05 مساء. عندما أشرق القمر كان الخسوف بطبيعة الحال قد بدأ قبل ذلك، ولكن نحن استطعنا من رؤية باقي مراحل الخسوف، تحديدا الدقائق الأخيرة من الخسوف الكلي، وشهدنا مرحلة الخسوف الجزئي وإلى نهاية الخسوف الذي انتهى تقريبا أو ينتهي الآن في هذه اللحظات التي نتحدث بها. بعض المناطق كان بها بعض الغيوم عاقت الرؤية بعض الشيء، ولكن في مناطق أخرى تمكننا من رؤية الحدث بشكل كامل. كما تفضلتم، ما يميز هذا الحدث أن في لحظة الخسوف يسمى الخسوف الدموي، لأن القمر في لحظة الخسوف الكلي يكتسي بألوان حمراء أو برتقالية أو صفراء بسبب انكسار أشعة الشمس من حواف الأرض، فيصبح لون القمر وقت الخسوف أحمر ولذلك سمي دموي. أما أزرق يسمى أزرق، ولا علاقة لذلك باللون، هو مجرد اصطلاح، بمعنى إذا حدث بدران في شهر واحد، البدر الثاني يسمى أزرق، ولا علاقة للألوان بالموضوع، وفقط مجرد اصطلاح. طبعا البدر الأول حدث يوم 1/1، واليوم هو البدر الثاني يوم 31/1، فلأن شهر يناير شهد بدران فيسمى البدر الثاني هو بدر اليوم البدر الأزرق. أما العملاق فهو لأن يوم أمس واليوم القمر كان في أقرب نقطة من الأرض، فهو أكبر بقليل من المعتاد، فهذا يسمى قمر عملاق. فاجتمع القمر العملاق مع القمر الأول بدر الأزرق مع خسوف ويكون لونه أحمر. هذه الظاهرة كما تحدثتم يعني آخر مرة حدثت سنة 1982، والقادمة ستكون بمشيئة الله يوم 31 يناير 2037، أن تجتمع الثلاث ظواهر معا. أما الخسوف الكلي القادم سيكون في شهر يوليو 2018. طيب هذه الظاهرة فلكيا هل لها أي تأثير أم أنها ظاهرة عادية يعني تمر مرور الكرام فقط؟ يعني هو نستطيع أن نقول هو اجتماع القمر العملاق مع الخسوف هو حقيقة الشيء الوحيد العلمي الذي يميز هذه الظاهرة، لأنه خسوف والقمر أقرب ما يمكن، بالتالي سنلاحظ أن القمر يكون حجمه كبير والخسوف سيكون أوضح في هذه المرحلة، وتضاريس القمر ستكون أكبر بقليل من المعتاد. ففقط مجرد وقوع الخسوف والقمر أقرب ما يمكن من الأرض هو ما يمكن أن نقول أنه يعني ما يميز الظاهرة من الناحية العلمية فقط. شكرا لك على هذه المداخلة معنا مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكة عودة، كنت معنا عبر الهاتف من أبو ظبي، شكرا لك.